تمام. وفر. حاضر. سكريبت. حاضر. مصور. حاضر. إذاعة. حاضر. منفذ إنتاج. حاضر. تحضر مانيتك. ولا وين كنت امبارح؟ حربت قبل بساعتين. معلم قصدي استاذ. ورصاص ان شاء الله شبك بتلبي. كانت مرتي عم تولد. عم تلد؟ وينك ولا؟ تاني مرة وقت اللي بدك تروح بتخبرني ها؟ وعلا قسما بالله راسك ابشيله عن جسدك. لازم تفهموا انه هريبة وفلتنة من اللوكيشن ما في. اوعى ها؟ انا بعرف شو عم بتقولوا بقلبكم. انه هذا عم يعمل يعني عم يضحك. لا يا حبيباتي، اذا رايت نيوب الليس بارزه فلا تحسبن ان الليس يبتسم. يلي بده يغادر اللوكيشن بغير اذني بدي امسح فيه الارض. يلا لشوف، كل واحد يروح يشوف شغله. من الصف انصاع رف بسرعه. شوفوا يا شباب، أنا بحب نوه كمان إنه يلي عم نعمله فيلم رعب. يا لطيف، رعب رعب يعني مو رومانس. واحد قاعد مع وحدة وعم يناغشها، لا هذا فيلم رعب بده قلوب فولاذية. انتبهوا يا شباب، بدي هذا اللوكيشن المخيف معبى بوالين. كل واحد بإيده بالون. منفذ الإنتاج، عبيل الدنيا بوالين. خلوا شعاركم دائما بالون بالايد احسن من عشرة على الشجرة. يلا نشوف. شو يا مصور؟ شو؟ شو؟ استاذ بعد اذنك اذا بتتكرم علي، يعني البوالين كثيرة، في مجال نخفف شوي منها؟ بعدين كيف بدي صور بايدي ثلاث بوالين؟ لا يا بالله تعود محلي. تعا تعا اسمعوا يا جماعة، اسمعوا هالمصور هاد شو عم بيقول. قال عم بيقول لي إلي خففوا بوالين. ولا عود فزولة العالم، كيف بدها تعرف أنه هذا عيد البوالين إذا ما عبيت اللوكيشن بوالين؟ ها قصدك هي من استاذ. مين حكى ده؟ مين حكى؟ أنت حكيت؟ وأنا استاذ. مين اللي حكى؟ أنا قلت بوالين يعني بوالين، وهذا عيد البوالين. عبوا لي اللوكيشن بوالين بوالين. يا استاذ هي بوالين. لك انكسري انكسري انكسري، العمى في قلبك مأساكي. لو خلصنا بقى، إلك أكثر من ساعة عم تحاول تبخش السحارة وما احتنت. لك شو ربيان على البسكوت أنت؟ استاذ اي شو بساوي؟ والله انكسرت ايدي ولا كانت تنكسر السحارة؟ ايه بالله بالله صرت هاري ثلاث سحاحير ولحد هلا ما احسنت تبخش السحارة. لو شايف هالممثلين اللي بيبعثوا لنا اياهم بالواسطة؟ استاذ معلش، انا برايي هذا المشهد كله مضر. قال هذا المشهد مو ضروري. تعال محلي بقى وعلمني الضروري والمو ضروري. لك يا سعادة الممثل العظيم، هذا المشهد مهم لأنه هذا أول مشهد لما بيرجع البطل على بيته بعد 15 سنة وبياخذ القناع والسكين يلي ارتكب فيه الجريمة أول مرة. بعرفت؟ يعني كل شغلة بدنا نشرح لهم إياها؟ هذا الحكي مزبوط ولا مو مزبوط يا ابني؟ فهموا فهموا للغبي، كل شغلة بدنا نشرحها نحن. خمسة. لك افتحوا لي افتحوا لي الباب، افتحوا لي، جاي الغولي ياكلني. انقذوني انقذوني انقذوني. وين بدك تروحي مني ها؟ وراكي وراكي والزمن طويل. اذا فتي على البيت بدي الحقك وشكك بالسكين هيك. وكمان بدي اشرب ورصاص ان شاء الله اللي يخلعني عك. اخذ هالسكين وتحشى بقلبك يعني؟ لك يا حبيبي بلا حكي وسلسلة، بهذا الفيلم
ما بيحكي البطل ولا كلمة. يا استاذ معقول يعني فيلم بطولتي ولا جملة؟ لك خلاص يخرب بيتك، غلطنا منك السماح يقطع عمرك ان شاء الله. لما كنت صغير كنت تقتل العالم، بس هلا كبرت. اوكي اوكي، هلا بنحقها وصل لعندها وبنسب السكين وبقتلها. لا انا ما في تقتلني، انا العقد تبعي انه انا من اول فيلم لاخر مشهد بالحلقة ضل موجودة. بالله بس انا بقتل الكل. لا انا ما بموت، ما بصير انا استاذ. جيبوا لي بابو معقول يعني ضل عم دادي على الهواء. انا لك خلصي، انا بنزل لك الباب بالجرافيك اللي بعده. بتعرفي اللي قال عليها؟ جرافي هون. يلا. خمسة. قولي لي شو بنت يا ابني، شو بنت؟ لك وين هذا؟ راح اسوي الشاي مع درنا يا ربيت اختفى. لك وينك يا بطيخ؟ رحت تساوي شاي، شو صار معك؟ ما بقدر يا استاذ، يا استاذ ما بقدر، يعني انا لازم اقول لها هربي مشان ما اقتلها. ليك ما احلاها، ليك وينك؟ ولك ولك ما حدا راح يقتلك غيري. ولك العمى، العمى بقلبك العمى. افهمي افهمي، هذا اسمه فيلم رعب. ليش هيك عم ترجفي من هلا؟ انا قلب، اذا معك قلب، اذا معك سكر، اذا معك ضغط، اعتذري لاجيب وحده غيرك. انتبهوا معي، انا راح اعطيكم المشهد بحذافيره، مشهد مخيف. انت بتفوتي ومعك اخواتي، وهذا المجرم لاحقكم بالسكين بده يقتلكم. بتفوتوا مباشره على الحمام وبتتخبوا بالبانيو. هلا بالحمام في بيانو؟ على البيانو. مجنونه هي. لك مو بيانو، بانيو. بعدين لا في بانيو ولا في حمام، كل المشاهد هون. استاذ والأطفال اللي لازم يكونوا معه وينه؟ شو هالحكي؟ وإن شاء الله مصدق إني رح أجيب لك أطفال؟ لكن شو؟ لك يا حبيبي الحل عندي. بعتوا لي اثنين من الإنتاج وأنتوا حضروا المشهد. شو عامل حالك؟ لك ما في شيء. ليش واقف شعرك؟ ما بعرف يمكن من الرعبة، خبوني مشان الله، خبوني جاي وراي. مين؟ لك شو مين؟ هذا اللي قتل رفيقتي جاي يقتلني. مين؟ يخرب بيتك. مين بينا اللي بنلحق؟ لك ليكو ليكو جابوه. من مين؟ قوم 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 اروى، قوم 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 شو؟ قوم لعنده انت، هذا بدافع عن رانيا. لا 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 طيب روحي رانيا لعنده انت، هو جاي من شانك. قوم انت قوم. لا انا من رجاله. لا انت بضاي، قوم يا عم. يا بضاي بطلناها يا يا جماعه، مشان الله افتحوا لي الباب، والله انكسر كتفي. ولك روحوا للحيوان، ولك العبها بعيونك ما فيك مخ. انا ما بفهم بالاشاره، مخي سميك. ولك يا بهيم عم اقول لك انزل من تحت الكادر وروح افتح الباب لحتى يفوت مايكل. ليش في باب لا افتحه؟ ولك بعرف ما في باب، بعرف انا. يعني انت ما سمعتني عم اقول بنزله بالجرافيك؟ وين بدك تروحي مني يا؟ ضيعتي لي احلى سنين شبابي وانا راكد وراكي،
وانت عم تروحي تنطوطي من رجال لرجال يا خاينة. والله لا ما عاد ايدا غير بس كمل رو وبعدين بدي يصير خدامي تحت رجليك. ليكي حتى ولادك بدي اقتلك ياهن وشكهم بالسكين هيك شك. العمى بقلبه العمى لك يخرب بيته بهيم بيشرى في جاي عبالي ضل اقتله لحرمه يمثل وجيب القناع لحتى لبسه يا روح بس لو بس تلاقي واحد قلبه قوي مثل قلبي بس لأنهم أولاد خطيئة. لك لا شو أولاد خطيئة ما خطيئة دول أولاد حلال صدقني أولاد حلال تغرني كله لأولادي بوس إيدك. ستوب ولك انت ما بتفهم؟ ولك انت اهبل؟ بهيم؟ لك انا ما قلت لك ما في داعي للحكي؟ ما بصير بتحكي؟ لك يخرب بيتك؟ لك خلاص؟ لك جاوبني ولا تقاطعني؟ وينك؟ انتوا ما عم تفهموا هذا فيلم رعب، ما عم تفهموا نهائيا، انا ما قلت لكم 1000 مرة فيلم الرعب، ما هو فيلم رومانسي؟ أرجو خلاص؟ حبيبي قلت لكم يلي بيكون معه ضغط أو سكر أو قلب لا يشتغل. هلا لا بدي ضيف يلي معه ضعف عقل ما يشتغل فهمت؟ يلا لشوف عيده. وبعدين يعني بدنا نضل قاعدين هيك؟ نحن عم نمثل والكاميرا وشغلانين. اخي انت مو اخذ اجرك؟ ايه خلص انت موزك وعود بعدين هات له خشك تقوم عرفان الله وين حاطه. كل شوي بتحجج لك شي بالسكر شي بالضغط شي بالقلب. يا سيدي طول بالك. يا اخ مايك يا اخ مايك يا اخ مايك شو بو شو بو ما شاء الله شو المخرج ما تارك ما راضي فلك منه هيهر لك ما قلت لك شاطر يتحجج بس بالسكر وبالضغط وبالقلب ومدري شو راح من لمخرج